الشفاعة الأولى هي الشفاعة العظمى في يوم الموقف، يوم العرض، يوم القيامة. في هذا اليوم عندما يحشر الله الناس وتقترب الشمس قدر ميل، فالناس يريدون الخلاص من هذا اليوم، أن الله يحكم فيهم، ولكن الله جل وعلا لن يحكم سبحانه وتعالى حتى يكرم نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بقبول شفاعته. فيذهب الناس عندما يرون هذه الأهوال وهذا التعب الذي يصيبهم وقرب الشمس ونزول العرق منهم، فيذهبون إلى آدم عليه السلام فيقول: يا آدم، أنت أبو البشر، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته، أما ترى ما نحن فيه؟ اشفع لنا عند ربك. فيقول آدم عليه الصلاة والسلام: وهل أخرجكم من الجنة غيري؟ يعني عندما أكلت من الشجرة. ثم يقول: لست لها، لست لها، اذهبوا إلى نوح، أول رسول أرسله الله إلى الأرض، نفسي نفسي. فيذهبون إلى نوح فيقول: يا نوح، أنت أول رسول أرسلك الله إلى الأرض، أما ترى ما نحن فيه؟ اشفع لنا عند ربك. فيقول نوح عليه الصلاة والسلام: إني دعوت على قومي، لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، دعوت على قومي، نفسي نفسي، لست لها، لست لها، اذهبوا إلى إبراهيم. فيذهبون إلى إبراهيم عليه السلام، أو فيذهبون إلى إبراهيم أبي الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليه، فيقول: يا إبراهيم، أنت أبو الأنبياء، اشفع لنا عند ربك، يا خليل الرحمن، ألا ترى ما نحن فيه؟ فيقول إبراهيم عليه الصلاة والسلام: إني كذبت ثلاث كذبات، لست لها، لست لها، نفسي نفسي، اذهبوا إلى موسى كليم الله أو كليم الله. فيذهبون إلى موسى صلوات ربي وسلامه عليه فيقول: يا موسى، أنت كليم الله، خط لك التوراة بيده، اشفع لنا عند ربك، أما ترى ما نحن فيه؟ فيقول موسى عليه الصلاة والسلام: لست لها، لست لها، لقد قتلت نفسا، إذ نفسي نفسي، اذهبوا إلى عيسى، كلمة روح الله وكلمة ألقاها إلى مريم. فيذهبون إلى عيسى فيقول: يا عيسى ابن مريم، أما ترى ما نحن فيه؟ ألا تشفع لنا عند ربك؟ فيقول عيسى عليه الصلاة والسلام: لست لها، لست لها، نفسي نفسي، اذهبوا إلى محمد، غفر عبد، غفر عبد، غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فيأتون النبي محمدا صلى الله عليه وسلم فيقول له: يا محمد، ألا تشفع لنا عند ربك؟ أما ترى ما نحن فيه؟ فيقول: أنا لها، أنا لها. قال: فآتي فأسجد تحت العرش فأحمد الله بمحامد أعلمها ثم يلهمني محامد لا أعلمها، ثم يقال لي: يا محمد، ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. هذه الشفاعة العظمى، وهذه خاصة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم.